زمزم بنتي. سلمت عليها؟ ما قدرت أضم بنتك، وقدرت أضم آلاف اليتامى والمساكين وين ما كانوا. آه يا النوخذة، أولادنا قدرنا وإحنا قدرهم. إحنا وهم ما اخترنا بعض وما عندنا الاختيار، بس عندنا الاختبار. إحنا وأولادنا اختبار لبعض، يا أن نكون فاشلين في تربيتهم أو أنهم ما قدروا تربيتنا لهم. كانت مستعدة تتبعنا حتى لو فيه هنم، وما كان من حقها أن تقتل قدرها في بطنها. اتبع قدرك يا النوخذة. هذا كلام عقال وحكمة. لا تغرك هذه الثياب، ترى هي سر الحكمة. الفروس المجانين؟ أقول لك قوم امشي من هني، لا أقلب على الصوب الثاني. قوم قوم. ورمنا رجولي من كثر اللف هالبيت. البيت كان ظلمة بس نور بوجودك. وين أولادك؟ ما أشوفهم. تبغى تشوفهم؟ بدر مخزوم يا بدر، نسيت، ناموا، أروح أنهضهم. واحد منهم اسمه بدر. هذا بدر لما كنت حامل. هو يحبك وايد. يا مزاحد، اللي استوفى اليومين استوفى 10 سنين. طرشت خميس ورا زاهد، لقاه تايه من مكان لمكان.
ما يخالف، خلي على راحتك. والصباح فلاح. يا معابد، تعبني هالولد، ما بعرف ايش اسوي به. ما يخالف يا اختي، ما يخالف، صبري، بعده صغير. ايش بيستوي الحين بعد ما رجع ناخذه؟ انت بدر بس ولا ناخذ بدر؟ انا بدر، ولد التاجر عابد، ولد التاجر مخزوم. سيروا سيروا بيتكم ناموا، توبة يأذن الفجر. نسينا وخذلنا الوقت، بس ابوي انا لحن عندي سوالف. مو راح ينحل سوالفك. ليش وقفت؟ وين بتروح؟ رد بلادي. هنا بلادك. ارجع لها وانا مرفوع الراس، بلاي طلبة من احد. وانا اعيش مثل اليتيمة لمتى؟ لان ما اثبت للدنيا كلها ان ناخذ بدر بصدق، الاب اللي شكرته وحمدت ربك ان اعطاك اياه. ولا نسيتي هذا الكلام؟ يا ناس الله، ايش هذه الحاله؟ عادنا يومين لا قادرين نتحكم ولا نسوي شيء الا الخبر ينتشر في غمضة عين. الله اكبر، ابغى اعرف مين يجيب الخبر غيري انا؟ ها، مين يجيبه؟ والله لو اعرف مين يجيبه. على هين ان شاء الله، هين مغبشه من غباشه الله تعالى. هين ما تسيح تسيح كانه ما حد يطلع من بيته غيري انا. ها، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا فلاح، استريح استريح. يلا بسم الله جماعة. بسم الله. تعال يا فلاح اسمع، ناخذه في الحارة، يعني ما صدق ان احنا عفينا عنه. شوفوا لكم صرفة معه، هذا ما له مكان وسطنا. تريد شيخ الحارة يرجع في كلامه؟ يتصرف. الا قل لي، انت من ايش خايف؟ أنا خايف على مصلحة الحارة. ومصلحة الحارة في الصلح يا ضاوي. بعدك تلف وتدور على سالفة الصلح يا فلاح. فلاح ما بيرتاح إلا بال لغاية ما يخلي أم عابد شيخ علينا في هذه الحارة. عندكم خبر إن اليرام واحد ومعاه كمين نفر؟ ومع هذا دخل حارة الشيخ سالم وخربها تخريب، والسبب خلافات سالم مع أهل حارته. من؟ بطلي الباب بطلي. أخوي ضاو أنت؟ ما أندلني، شاك فيها. شاك إن إحنا أخوان؟ أنت وراك سالفة، ادخل بس ادخل. عبد الحميد وقف ضدك،
في مجلس الشيخ غيث؟ من حسدكم؟ كنتوا أصحاب. خليه يرد العقلة. لا عقله بطريقتي. أنا اللي كنت ظان أن زواجكم بيكون خير لي، ظنيت أن ننسب عبد الحميد بيقربني لشي في بالي. مجلس غيث طلع العكس. هذا ناصر يتسمع الكلامنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. وصلتوا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما جبتوا لنا علوم. ماشي علوم. أخبار. ماشي أخبار. من صوبكم ماشي علوم. ماشي الخير. ماشي أخبار. سكون بفضل الله سكون. الحمد لله رب العالمين. كيف حال البلاد؟ البلاد سلم عليكم كثير السلام. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هينك انت من زمان، نترقاك ايام وليالي. تترقوني انا بس؟ ايه عقب زين. انا سترى لا جايب لا فاغور ولا لوم يابس. ابوي عقب اسكت، ارجع من حيث ما جيت. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. السلام عليكم خالتي. عليكم السلام والرحمه. ايش هناك معك انا واقفات فلاح؟ ها لا، هو سمع برجعة النوخذة ويجي يسلم علي. ايه كيف سالفة؟ عندك صباح الخير عمتي. الله بالخير. تنتظرين سبيل؟ لا بس يا شوف كين ايش معناك فلاح؟ قالت لك ريا سبيل بي ولا خسارة؟ خسارة سبيل ما بي. كنت ابي انشده ليش ضم علي انه يعرف مكان ابوي. ابوك قال لك كذي؟ وانا اقول سر معابد سري واللي في خاطرها في خاطري. بس عاد اللي تبين تعرفين انا بنفسي ما اعرفه. خلي عنك التمليقه، بعدني الحمد لله قويه. شوفيني انا لا اقدر اركض بيا شواط. يا نعم بمشي عنك داخل وبرد لك. عارفك اللي تبينه لازم تاخذينه. عبد الحميد تعال خلنا نروح بعيد علشان ما حد يشوفنا. حد مثل من؟ اللي ساكت عن سوالفه. ما راح تقول لي عنه اي شيء؟ والله ايش اقول لك يا فلاح؟ لما تقول لي كل شيء ما بتلقى لي حيرتك داعي. الحين خلنا نمشي بعيد علشان تطمن لي اكثر. انا مطمن لك لكن ايش صار ما بينك وبين ضاوي؟ ضاوي؟ ما وقت يا عبد الحميد، لا تورط نفسك. انت شفت شيء؟ خليك ساكت الين تشوف كل شيء. هتخليني واقف؟ اسمعني يا فلاح، انا اول ما اشوف عمري اني جاهز اتكلم انا بنفسي بجيك. اخاف لما تجي ما بتلقاني. تاجر عابد، هذا اخوك التاجر القولنده، جاي من عمان وباغي مساعدتنا، وما يعرف حد هنا من تجار القرنفل أو غيرها. عاد أنا قلت ما ببديه بدون ما أخذ إذنك. يعني ما ناويين تبيعوني قرنفل ولا شيء؟ هذا اللي أنا خايف منه. زعل التاجر عابد، وزعل التاجر عابد ما يهون علي. هذا مثل ولدي، أنا اللي علمت التجارة وخليته يشرب المهنة شرب. إذا التاجر عابد شرب المهنة شرب يعني ما محتاج لمساعدتك. خلاص التاجر القولندة، حلال عليك القرنفل. والتجار العمانيين وغير العمانيين تارسين السواحل، وإن شاء الله بحصل حد يبايعني. تعتقدوا إذا رحت سوق من باسة بحصل حد يبيع قرنفل هناك؟ أنا عن نفسي ما أعرف، ما قربت. أنت سير قرب والله يوفقك. أنا أعرف وبدليك. الحمد لله أمورنا اتسهلت. جايبين لك هدية بناجر من ذهب
وبكرة إن شاء الله بروح السوق وبنقي لك بأحلى وأغلى الأقمشة وأثمنها. خذي. ليش أنت دائما حزينة وما تسمي ولا تضحكي؟ أنت مستحية مني أنا؟ اطمني إن شاء الله بجيب لك خبر يفرحك وايد وايد. الحين سيري غرفتك وارتاحي مع هالبناجري. استانسي. سيري. أنا ما قادر أستوعب كيف يتوافق إنه بضاعة يأخذها تاجر. وين المشكلة؟ إذا أنا ما وافقت المسكين بيتعب بيتبهدل يحصل البضاعة. ولا تنسى إن هذا تاجر جديد. بس أنت كذا بتتعب وتروح تدور مرة ثانية عشان حد يبيعك ويمكن ما تلقى تاجر زي. أنا بسعى والله كريم، ومن يعرف يمكن تكون هذه خيرة من رب العالمين، ويمكن معرفتي بهذا التاجر تجيب للخير. أنا أعرفه، هذا تاجر زين، وإن شاء الله الله يعطيك الخير مثل كل مرة. إن شاء الله أنا ماشي بالنية. حياك حياك. استريح ضاوي، قول اللي عندك وخلصني. يا حمدان. نعم. هات شاي للتاجر زاهد. إن شاء الله. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضاوي قلت لك قول اللي عندك وخلصني. مستضيق مني وأنا اللي جاي أبارك لك؟ سمعت ان فلاح خطب اختك والملكة باكر. لا يكون ما عندك خبر بقى. هذه عمانية. معلوم انها عمانية. صدق حتى شعر جسمي وقف. وليش وقف شعر جسمك؟ ما من شفت البنية جاني احساس غريب. افتضحت قدام الشباب، افتضحت. قاعد وسط الاوادم كاني كبش العيد، مدحر عيني ونافخ كرشي، واللي يشوفني مره يقول الملك عليهم. اتاريهم يضحكون يتغمزون علي هناك. كيف بعد يضحكون يتغمزوا عليك؟ الله يهديك زاهد. مع انك وصرفت عمرك بكبش العيد، وكبش العيد الناس تفرح بي يا ولدي لان اساس فرحتهم. لا والله. حتى سال امك ماك يوم زاهد؟ امي مايلها شور، وإذا وافقتوا على عرس فلاح من ريا بقتلهم باثنين. انتم سامعين؟ مزاهد، ايش هذا اللي ياس يقوله ولدك؟ من متى فلاح خطب ريا؟ يا ربي، أنا قلت عني عور، لكنك انت ايش فيك نغبة عشود ياي؟ سامحني يا أخوي سامحني.
سامحني انت ود الحلال، كل يوم معذب انك يا دافر انك يا داغز انك بصوتي او دايس انك بريولي، لكن انت ايش تسوي لي؟ بدور على كتبي. كتبك هناك بتلقاهن على الرزنة. الكتب اللي يتني من نزوة. انت وانت ايش تبغى من الكتب؟ بسافر. وانا راد من حارة الشيخ سالم لقيت واحد من الشباب اللي تعلموا معنا على يد ام عابد، وقال لي انهم عازمين يزورون العلم في كل بلاد العرب. تعبنا من اللعب. ها انت تعب لما يبلبونك. انا الوحيد اللي ما ختمت القران، كله من الساحره هي اللي ما خلتني. لا انا صار خير وتقدر ترجع مثل الاول. خلونا نمشيلها. يلا يلا خلي يلا يلا يلا. على هين كذي ناوية؟ يا ابو قبضني كما تضيق في فؤادي ابى امشي تفه شوية. وانا خلك رعي خلا. وسالفتنا من شوي قلت لي يلسي بمشي حجرتي وبارد لك، اشوف غيرتي كلامك. انت ما شفتي زاهد ايش سوى؟ زاهد عرف الصدق وراح الحالة وبقت سالفتنا. ان شاء الله بس عاد المرة الجاية. ان شاء الله بعد كم حال؟ يوم بي على بالي بقول لك. زين بنت ريا مشكورة عمتي. ممنونة حبيبتي انت تدللي. عابد العود العابد العود العابد العود العابد علمي القرآن علمي القرآن علمينا علمينا. شفتي كيف؟ شفتي كيف يلست البيت حارمتني من شوفتي ويوه ما تنعاف؟ هذا كزاي؟ هذا كزاي؟ أباك تفتح عيونك بس كب قطع لسانك، وإذا يبطار يهلع على لسانك مرة ثانية بشوف وش يجيك. حخير واحد. هد يا زاهد هد هد يا زاهد هد. يقول الحريم اللي قتلهن ليرام في حارة الشيخ سالم 77 حرمة قدامي أعرف وش هينهم على الحريم كي. وانت من خبرك؟ الشيخ فلاح بنفسه جايني للبيت يخبرني هالكلام. مصدقة أنا شمسة بلعبة. تضحكين؟ أضحك بالفرحة يا ولدي. استغفر الله ربي. خلينا أتذكر فضلها وأنا بعيد عن حدود بركتها. البركة فيك يا ولدي يا فلاح ما دام نيتك صافية للعلم. إلى الحين ما قادر تخرج من ظلام نفسك يا ود مخزوم. الله يهديك بس. أباكم تشدون الحيل وبترياكم وين ما أكون. ما بترجع للحارة مثل الغيرة؟ يوم يتعلمون ينسون أهل الحارة. أفا تسويها فلاح؟ أبدا. أنت علمتينا وما لنا غير نكون أوفياء وعلماء. يلا بارك الله فيكم يا أولادي بارك الله فيكم. أقولكم هذه العوال هينبا أمي تقول إنه بيسافر. أمك مرة عندها الأخبار؟ أحس إنه فلاح أحسن منه. هذه أحسن منه؟ لا 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 أحسن واحد في الحارة ود عمي زاهد. الأحسن هو ود عمي أنا فلاح لأنه متعلم. أي أيوة والله صح ضيعنا علينا هذه الفرصة. غيب غد غبي واحد. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلاح بيسافر وفي هذه الظروف؟ فلاح معزم. حاولت أن أخليه يثني عن رأيي ما رضى. لازم ما يرضى لازم ما يرضى. أم عابد هذه تارس راسه. كيف؟ وإيش مصلحة معابد؟ مصلحتها كبيرة يا أخوي. أنت تعترف أنها هي سبب سفرك؟ قلت لك عن سبب سفرتي. توك تقول أنها لها مصلحة في سفرك هذا؟ تبانا نتحرر من قيود الجهل علشان هي تتحرر من عذاباتها.
عذاباتها؟ أي عذاباتها هذه بعد؟ ارضى علي يا أخوي وصدقني، أنا بسافر لمصلحتي ومصلحة هذه الحارة. وانت الصادق، سفرك بيكون لمصلحتي أنا يا فلاح. كم ذري كيف غادية كيف غادية، نعم ما تتشاهد يا الله. وقفتي تودعين فلاح ونسيتي نفسك. تعرفين يا معابد ان ريولك ما تتحمل. خالتي مفاضل عندها هذيك الوصفة وبعدها العافية ان شاء الله. هلكتني بوصفاتكن والله العظيم، اخاف من ذي الوصفات، اقوم ولا قريولي مشتلم مكانها. محروزة معابد ما تشوفي الا العافية، هاي انا توياي ويا بالدوي. استاذ شوي شوي علي، هاتي هاتي ريولي شويه، عزي عزي عمرش، هي وكيها هاتي، رفعي مني سوي كيها، صبر شويه. يلا شوي شوي علي بنت الحلال، روح مضربه. صدي هذه يا زمزم، احس ان اليوم من احسن ايام حياتي. ها عشان ريلك ردت تعورك؟ لا علشان تعبي فلاح ما راح بلاش. هي قدرتي على ينحان قيد؟ هو كان معتمد على فلاح يحقق له الحلم القديم. ايه قصدك حقده القديم، لكن اخبرك الله قادر على غيث وغير غيث. يا الله ايش سوي مفاضل، يا الله دواكنا يا مر. صبري معابد صبري شوية، صبري شوية. فرصة يا ناهج، بغيتها فارة وقات حاط تترياك تقتنصها، فرصة عمرك يا ناهج، فرصة عمرك. يلا صير كبير، صير كبير لهذا البيت الكبير يا شيخ ناهج. الشيخ ناهج. يعني عاجبك اللاشيء اللي اخترته؟ قول لي ليه متى تجلس كذي؟ بغيني اكل نعمة ربي وانا واقف باغتينا غصمه. اشتغل؟ ما محتاج، ليش اشتغل؟ ليش؟ عشان خيرنا وايد، خيرنا وايد، لان عابد يسافر ويتاجر يبيع ويشتري، هذا اساس خير ابونا. ماشي فايدة، مثل ما الكل يقول فرق كبير بينك وبين عابد. عابد خاتم في ايد امه تمشيه على هواها، لكن انا لا، انا ضد ارادة ام عابد وضد كل شيء هي وراه.
وين راح؟ وين راح؟ شيمة شيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكون هذه اللعينة أخذتها من عندي. ظلمناها الحرمة، ظلمناها مسكينة. انت هنا وانا ادور عليك. تعالي بويا تعالي تعالي. اليوم يومك يومك اليوم يومك. بعد ما اللي سافروا وسافروا على بركب الهند بودا قليل، بس أنا باقي هني باقي هني عشان أخذ بحقي. ارحمني ارحمني يا عمي، ارحمني 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 ارحمني. والحين جاء وقت استرداد الحق يا مخزوم. جاء أنا جاية مادة يدي. لا تقولي نشتغل. لا أنا أعرف نفسي ما لازم أتفائل، بس خليني يا ولدي أفرح. تفرحي؟ ايش اللي يفرحي؟ عرس. عرس؟ ما تبي تبليني بحرمه باولاد عشان يصدعوا لي راسي؟ ما لا تجيب لي طار العرس والزواج. بيقتلني قهر. انت يا ولد ايش فيك؟ لا راضي تشتغل ولا تبغى تعرس. انت ايش سالفتك؟ ما ام عابد عندها خبر عن سالفه الزواج؟ اخاف عندها ما وصك. من هذا وأكثر يوم زاهد. هيا 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 هيا. هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك؟ يا حي الله وسهلا. كيف حالك يا أبو نور الدين؟ طيبين. كيف حالك؟ الحمد لله والله تمام. ما شاء الله. ما شاء علوم. ما شاء علوم. ما شاء علوم. وصوبنا ما شاء الله إلا علوم الخير. ها إن شاء الله يعيش يشوفون غرفة الخير. هذا التاجر هذا. حياكم الله شلونك الموجود؟ وإذا تبي تشوفونه احنا موجود. بس كذا طري. كلها تفضلوا نشوف المحصول ان شاء الله. تفضل.
هذه بن صديقي وجاري العزيز الله يرحمه، وإن شاء الله قريبا راح أتزوجها. أنت تريد تتزوجها وما فكرت فيني أنا؟ عيون المتطفلين يا بنت الحلال الطارقة في كل مكان، وأنا خايف عليها من عيون الوقحة. طيب زوجها لغيرك. أزوجها لغيري؟ هي اللي أنا، أنا بس ولا غير. نميمي، أنت؟ أنت زوجتي وحبيبتي ومولادي، وهي تراها تحبك وايد تحبك. نسيتي أبوها الطيب؟ نسيتيه اللي غرقنا بالهدايا؟ نسيتيه الحين؟ أنا ما أتذكر إلا هالبنت ريت تسرقت مني. تذكري شيء ثاني؟ تذكري الوليمة اللي بنسويه حق التاكي العماني اللي جاي يشتري محصول قرنفل من عندنا؟ تذكري؟ لأنني بحاجة ماسي لهالمبلغ. يا تاجر أشوفك كأنك مهموم، وش تفكر؟ ما في شيء، يعني أفكر في موضوع. ويش هذا الموضوع اللي يخليك تفكر فيه بهذه الطريقة؟ أحيانا ورق الشجر يكون مخبي تحت شيء وما نعرفه، ويمكن نظل نمشي من تحت أو جنب سنين بدون ما نشوفه، بس لو جات نسمة هوا بسيطة تحرك الورق منكشف هذا الشيء بسهولة. ما فهمت شيء. بتفهم، وأنا بعد بفهم، صدقني بيجي يوم بنفهم فيك كل شيء. تريدني أجيب لك شيء؟ لا لا شكرا. متى بنروح نتاجر لقرنفل؟ اليوم إن شاء الله. أنا جاهز. نتقابل إن شاء الله. جاهز لأي شيء ممكن يصير، وجاهز إني آخذ اللي أبيه.